أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلبة، اليوم سنكمل إن شاء الله سويا بقية الدرس الذي ابتدأناه في الحصة الماضية، وهو عن تنظيم النسل وتحديده. فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الإخصاب الصناعي بعد أن تناولنا تنظيم النسل وتحديد النسل، وعرفنا كل واحد منهما ما تعريفه وما حكمه الشرعي. سنكمل اليوم إن شاء الله في موضوع الإخصاب الصناعي والإجهاض. الإخصاب الصناعي هو تلقيح بويضة الزوجة بالحيوان المنوي من زوجها بتدخل طبي موثوق بهدف الإنجاب. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المرأة عندما يكون هناك أسباب لعدم حملها، يكون هناك تدخل طبي بحيث أنه تؤخذ البويضة من المرأة، ويؤخذ طبعا الزوجة بتكون أكيد المرأة الزوجة، ويؤخذ الحيوان المنوي من زوجها وبتتم عملية الإخصاب، ويسمى الإخصاب الصناعي، إما خارج الرحم أو داخل الرحم، وتعاد هذه البويضة الملقحة إلى نفس الزوجة، إلى نفس رحم الزوجة التي أخذت منها، ولا يجوز أن تكون أو تعاد هذه البويضة الملقحة أو تسمى اللقيحة إلى امرأة أخرى، عندها يصبح الحكم حرام. طيب، حكم الإخصاب الصناعي، قال هو مباح للضرورة، وذلك حين لا تتوفر إمكانية الحمل بشكل طبيعي، أو لوجود علة ما لدى أحد الزوجين أو كلاهما، عندئذ يلجأان الزوجان إلى الإخصاب الصناعي، ويكون الحكم في هذه الحالة هو الإباحة. طيب، الآن قلنا أنه يجوز أو مباح، ولكن في هناك ضوابط أو شروط لعملية الإخصاب الصناعي. 3 ضوابط أو شروط: 1، أن تكون الجهة القائمة على هذا الأمر جهة موثوق مختصة وموثوق بها، بحيث لا يترتب على إجراء عملية التلقيح اختلاط نطف الزوجين بنطف غيرهما. معنى ذلك أن من يريد أن يقوم بعملية الإخصاب يجب أن تكون جهة مختصة، يعني جهة طبية طبعا بدها تكون أكيد، لأنه أهل الطب هم أهل الاختصاص في عملية التلقيح، وهذه الجهة الطبية يجب أن تكون موثوقة، يعني بيكونوا أطباء مسلمين يتقون الله عز وجل، وبالتالي بتتم عملية الإخصاب بحيث لا يؤدي ذلك إلى اختلاط النطف، يعني خربشة بين نطف هذا الزوج وزوج آخر، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الحرام طبعا. 2، أن يكون السائل المنوي من الزوج، وتكون البويضة من الزوجة مش من أي زوج آخر، وطبعا البويضة بدها تكون من نفس زوجة الرجل، بحيث إنه كلاهما بينهما علاقة شرعية، بينهما علاقة شرعية، كلاهما زوجان شرعيان. الشرط الثالث أو الضابط الثالث: أن يعاد زرع اللقيحة في رحم الزوجة التي أخذت منها، وليس إلى رحم امرأة أخرى، بعد أن تكون البويضة قد لقحت بالحيوان المنوي، تعاد اللقيحة إلى نفس الزوجة التي أخذت منها البويضة، لأن ذلك شرط أساسي في موضوع الحمل الصحيح، وإلا يصبح الأمر
فيه زنا أو شبهة زنا. الفائدة قال هي ما معنى الجنين؟ الأمر بتعلق بالجنين. الجنين هو البويضة الملقحة من نطفة الذكر والأنثى من بدء التكوين إلى غاية الخروج من الرحم. يعني معنى آخر، أخذت البويضة من الزوجة وأخذ الحيوان المنوي من الرجل الذكر والأنثى، وبدأت بعد عملية التلقيح خارج الرحم أو حتى في بعض الأحيان داخل الرحم، تبدأ عملية التكوين لهذه البويضة الملقحة أو تسمى اللقيحة كما قلت قبل قليل، وتستمر هذه البويضة الملقحة بالرحم إلى أن يصبح جنين ويخرج طبعا من الرحم. الخروج من الرحم يعني الولادة، تلده المرأة، ويمر الجنين في أطوار عديدة طبعا فصلها لنا القرآن الكريم بدليل قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذا الدليل الشرعي على معنى الجنين. إذن انتهينا هكذا من عملية الإخصاب، والصورة هذه توضح لنا كل ما تكلمنا عنه قبل قليل في موضوع الإخصاب والجنين اللي هو يمر كما تلاحظون في الصورة الأولى من نطفة، وهي البويضة الملقحة ثم والعلقة، وسميت علقة لأنها تعلق في الرحم. لاحظوا كيف البويضة هنا عالقة في رحم المرأة، ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة. مضغة يعني كأنها قطعة لحم بحجم قطعة اللحم التي تمضغ في الفم. لكن لاحظوا أن الصورة بتعطينا كأنه بدأ يتهيأ هذا، أو تتهيأ هذه العلقة أو المضغة كأنها شبه إنسان، هي رأسه، هي قدميه، هي جسمه إلى آخره. هاني بتبين لنا الصورة الجنين بعد 42 يوم في رحم أمه، وهي هذه بسموها الكيس المشيمة بسموها، وهنا بعد 49 يوم تقريبا أصبح الجنين تقريبا كامل الأعضاء. طيب الآن لنرى الموضوع الأخير في هذا الدرس، وهو ما يتعلق بالإجهاض. ما معنى الإجهاض؟ إسقاط الجنين بهدف التخلص منه والقضاء على حياته. الآن معنى ذلك، في ناس بعد ما بتحمل المرأة بقوموا بالإنزال بنسميه، أو الإسقاط أو الإجهاض إلى آخره، بدهم يتخلصوا من الولد، بدهم مشرياه ومن الجنين، وبالتالي بيقضوا على حياته. طبعا في هناك وسائل عدة تتم بطريقة طبية بتم إنزال الجنين. إيش حكمه؟ قال يحرم الإجهاض بدون سبب، سواء كان قبل نفخ الروح أم بعده. لماذا؟ قال لأنه اعتداء على حياة الجنين. إذن الحكم حكم الإجهاض حرام بدون سبب طبعا. لكن في هناك حالات ممكن يكون فيها الإجهاض حلال عند العلماء. في عندنا حالتين هان مذكورين. الحالة الأولى إسقاط الجنين للحفاظ على حياة الأم، إذا ثبت أن بقاء الجنين
يشكل خطرا مؤكدا على حياتها. لماذا؟ قال لأن حياة الأم مقدم على حياة الجنين، فعندئذ إذا شكل هذا الجنين خطر حياة الأم، فعندئذ قال يجوز أنه نسقطه، لأنه حياة الأم مؤكدة موجودة، وحياة الجنين احتمالية، احتمال أنه يكون أنه يولد هذا الطفل حي، واحتمال أنه يكون يولد ميت، ولذلك ما بنضحي بحياة الأم في سبيل الجنين، لأنه شكل خطر حياتها، فبنقوم بعملية إسقاط أو إنزال أو إجهاض لهذا الجنين. وبالتالي كمان مرة، إسقاط الجنين للحفاظ على حياة الأم إذا ثبت أن بقاء الجنين بشكل خطر مؤكد على حياتها، لأن حياة الأم مقدمة على حياة الجنين، ويستوي في ذلك الجنين قبل نفخ الروح وبعده. ما معنى ذلك؟ يعني أن إذا كان الحمل قبل نفخ الروح، يعني قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر، لأنه ثابت بالأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملك ينزل على الجنين هذا بعد 4 أشهر وينفخ فيه الروح. قبل ذلك ما بكون فيه نفخ روح. وكلا الحالتين لا يجوز الإسقاط طبعا، أو الإجهاض أو الإنزال، إلا في الحالة كما قلت، الحالة الأولى، سواء كان قبل نفخ الروح أو بعد الروح، أو بعد نفخ الروح، إذا شكل الجنين خطر على حياة أمه، فمن حافظ على حياة الأم كما تكلمت قبل قليل. الحالة الثانية التي يجوز فيها إسقاط الجنين أو الإجهاض، وهي إذا قامت أسباب تقتضي الإجهاض قبل نفخ الروح. لاحظوا هذه مهمة، قبل نفخ الروح، فيجب الرجوع في حكم إسقاطه إلى أهل العلم والاختصاص. يعني أهل العلم والاختصاص قالوا لنا والله هذا الجنين لازم يتم إنزاله قبل نفخ الروح لسبب أو لآخر. طبعا بالحالة هذه، عندئذ أهل الاختصاص بكونوا هم طبعا بكونوا موثوقين، فعندئذ بتكون الكلمة الفصل لهم في إنه ننزل الجنين أو لا ننزل الجنين. إذا هكذا أعزائي الطلبة، نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس، وسنقوم بالإجابة على التقويم. السؤال الأول، وهو ضع دائرة، بيقول ينبغي أن يكون تنظيم النسل طبعا بقرار خاص من مين؟ من زوجين طبعا، لا، تشاور تراض من زوجين، بقرار من الدولة، بقرار من الأهل. الجواب هو عن تشاور وتراض بين الزوجين، يعني الجواب هو ألف، هذا هو الجواب الصحيح. ما معنى الجنين؟ الجنين كلمة تطلق على البويضة الملقحة إلى اليوم 40 من الحمل، البويضة الملقحة من بدء التكوين إلى غاية الخروج من الرحم، البويضة الملقحة إلى تمام 4 أشهر، أو المولود الذكر. الجواب هو ب، البويضة الملقحة من بدء التكوين إلى غاية الخروج من الرحم. 3، حكم الإجهاض، حكم الإجهاض بدون سبب طبعا مباح إذا كان قبل نفخ الروح، محرم بعد نفخ الروح لا قبله، محرم سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده، أو مكروه قبل نفخ الروح محرم بعده. الجواب هو جيم، محرم سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده، طبعا زي ما حكينا بدون سبب، إذا في سبب بيكون هناك جواز يجوز. نعرف المصطلحات، تنظيم النسل، تحديد النسل،
تعريفهم في صفحة 116، وكذلك الإخصاب الصناعي، الإجهاض صفحة 117، الحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي، تحديد النسل جوابه صفحة 116، الإخصاب الصناعي كمان 116، الإجهاض للحفاظ على الحفاظ على حياة الأم 117، الحكمة من تنظيم النسل صفحة 116، تحريم تحديد النسل كمان صفحة 116، وضوابط، سؤال خامس، ضوابط إباحة الإخصاب الصناعي صفحة 116. بالنسبة للسؤال السادس والأخير، كما هو معروف ليس مطلوبا منا. طيب، إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا نهائيا من الوحدة السادسة، وسنعود إن شاء الله في الحصة القادمة للشرح، نبدأ بشرح في وحدة الحديث النبوي الشريف، اللي هو الوحدة الثالثة إن شاء الله. وذلك إن شاء الله أرجو أن يكون هناك اهتمام بالدراسة أولا بأول، لأنه أن هناك امتحان في نهاية السنة، سيكون هذا الامتحان شامل لثلاث وحدات، الوحدة الأولى والوحدة الخامسة والوحدة الثالثة. إلى هنا أعزائي الطلبة، نلتقيكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.